السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهبي في الله في قناتكم مداون حبيب. لمعلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيف إخفاء الملف. نعطيكم سبيل المثال، أنت عندك ملف فيه صور ولا فيه فيديوهات ولا فيه موسيقى ولا فيه أنت أعراس، وتحوس دير إخفاء. يجي واحد يشعل الميكرو ويدخل في ملفات يلقى مكش ملف. فهمتوا خاوتي؟ هذه الحمايات خصوصيات او معلومات، دي اخفاء خاصة بملف خاصة بكم، اللي فيه معناه نقوله فيه خدمة تاعك ولا فيه خصوصية تاعك، ديروا اخفاء. طريقة سهلة جدا، تابع معايا فيديو باش تفهم ليه. شوف، اولا لازم لك الملف حطه في الدي، لازم في الدي هنا. كما ذكر انا عندي ملف اسمه حبيب، هذا هو الصور توعي. انا نحوس ندير لهم اخفاء، ما يجيش خد اخر يشوفهم ولا يجي يخرب هنايا يلقى الصور توعي. انا ندي اخفاء. كيفاش ندير؟ نكليك على ملف، ومن بعد نجي هنايا خاوتي، ومن بعد نكليك على هذه، ومن بعد نكليك على هذه، ومن بعد نكليكي هنايا وندير اوكي. ومن بعد واش ندير؟ ندير هذه، ندير هذه، نكليكي عليها. الملف مكانش حبيب، مكانش. شوف نروحو هنايا نحوس، هنايا مكانش، نحوس هنايا مكانش، زيد نحوس هنايا مكانش، جميع الملفات مكان. ندخل قاع هنايا مكانش، زيد نعاود ندخل هنايا خاوتي مكانش. تقول تقول لي يا حبيب كيفاش نعاود نرجع هذا الملف؟ طريقة سهلة جدا، نعاود ندخلو إلى بوست ترافاي، ومن بعد ندخلو إلى دي بهذه الطريقة. ومن بعد واش نديرو؟ نكليكو هنا يا خاوتي، ومن بعد نكليك على هذه، ومن بعد نكليك على الملف بهذه الطريقة، ومن بعد نجي هنايا، ومن بعد نح هذه وندير هذه وندير أوكي. تم إعادة الملف اهما عادي بدون اي مشاكل. هذه طريقة باش تحمي بها المعلومات توعك او خصوصيات توعك بهذه الطريقة. خاوتي عجبكم هذا الفيديو، ما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.